كبت الريحة وخف الريحة. السلام عليكم شكرا شباب، ان شاء الله خيركم وعطوالكم حلقة مستقرة. طبعا شباب اليوم جايب لكم شوف جاب ياي اليوم ابراهيم. ابراهيم ارحمني، ابراهيم الحقني صديقي من سنوات. طبعا فشباب اليوم طبعا جاي يزور رشد يشوفني، فقلت له تعال يلا خلينا نصور فيديو، خصوصا انا هاي اللعبة اللي اليوم راح نصور عليها احنا لاعبيها قبل، يعني انا لاعبها قبل على القناة الثانية، رابط الفيديو في الوصف. انا جاهل بروح شيطانية قدرية فلازم بالنعال حتى يمشي. لا لا اوكي اي شبيك شبيك دغ معاك بك تشكوبه وعلى الكرش مات يجي حسين فرحان يضحك الزربه يضحك الزربه الطير وما فات. هذا عبيط. انت عبيط يا ابني. اقول لك انت بعد لا تجي البيت. بعد لا تطبنا. يلا خلاص خلاص. لا لا جديات بعد لا تسوي شيء الولد. اوكي. يلا حبيبي يلا يلا. طبعا. بيتش. يلا يلا يلا. شبيك. سكر صعد عندي ضغط صعد عندي مرة نار. هليكوبتر هليكوبتر. اذهب الى الجحيم. الله حياتي. الله بالله. هو يكسر المعين. جاهز زربة. تعال. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. أوي أبلع. لا خطية خطية. كبت الريحة. وخفني بدو. أوه لحظة لحظة هو عنده غازات وتخليه بالفرن. أبلع. الريحة ماتك تكتل بويا. باي باي. اقعد هنا يلا على ابو اقول لك انت بدل لي. شب اقول لك انت ضوجت تطلع برا يلا يلا انا اوريك. الو اه اشنو اه بيت البلاك كات ابريشز سوم هاي بدنا النسخه الكامله. لحظه هذا جاني رد الغسل. تعال شب شب بعيونه 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 جاني. الله ما تخوف كلب. يلا يلا انا اقرا لك. يوم من الايام كان اكو وحش حبيب صغنوني اجى يضحك انا نفسي بفتهمي شو شو استنى. يلا نامت عليك طابوقه شغلات. اوك كلب اوك خنقه بالدبابه يا دبابه. يلا
أبو على التلفزيون يعرضون أزرق الفيسبوك. نو خطي. أوه جاهز زربة هذا. بيك لك بيك وتشيل بومه. هاي جابك هنا. ايه جنال اوعطك بالتواليت. عفني عفني. ايه ابلع يلا. حتى المجاري ما تريد خرب حظ. تعال قلب. اتعدي دي رقصة. اوه 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 جبناها بهاي. اوه يا زر يلا يلا عليك يا الله. ايه خلينا نرجع نخفونا. خلينا نخفونا ربع ساعة تعبانين تعبان. بيب بيبي ايه عادي. اه يريد 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 شي يريد يريد نواكله. اه شنو؟ اه وات؟ بدي اسوي له خلطة اني. طبعا شباب لازم نوكل البيبي. طبعا هو ما يحب ياكل اي شيء الا نخلي له بعض الفواكه. الله غمس هي. اه احلف. لا يا اطلع برا انا زهقت بعد ما بعد لا تجي هنا اطلع برا. بيك ايش بيك الريحه قبت انا داخلي بالفرن. اكل هبد مو تختفي. بس بس ها شنو؟ ها وات؟ حقها ما تريد ما تريد تطبخ طيب. قلت النعال حفاضه زربه. تعال بس انا راح اغسل طيطه قبل ما احطش بطيطه. ها شنو؟ حتى الحفاضه ما تريد تطبخ طيطه والله العظيم. بيك تف عليك. طيب لكن الحفاضه بت... اه ما لا لا متوهمين متوهمين ماكو شيء ماكو شيء. شب كلب انا شعلة يلا انقلع. وات منو؟ الو مها منو وصل؟ وين اخليه؟ يا اخي ربع تلفزيون عوف هذا بعدين. شرفكم خلباوة ربع ساعة بس. هالبرنامج البرتقالي كلش حلو ما افتهمنا منه شيء بس غلس. اكلنا في شيء جعانين. طقت عليني. لا يا الله وات ها فيد مي. اي هسه جاي اكلك. تعال ها ها فيد ذا بيبي. شنو حبيبي تطبع؟ انا ما اقول لك من حياكل منو انا ما ادري بس انا ما اقتنع. لا بس يعني عبالي في شغله صعبه. اوكي اسحب كلامي شغله صعبه. هاي مو ثلاجة هاي القطب الجنوبي. هذا راح يشبه. بيك لك تنقلب شيطان تنقلب نار. ابلع اقول لك كافي عاد. تاكل تزرب تزرب تاكل تاكل تزرب تزرب تاكل. ما حد يتحمل. حبيب قلبي تاج راسي هذا يحكي عليك. هذا هذا كان يحكي عليك. روح خل عطب طي عطب حلقي عطب. احنا ما كنا خايفين كنا مرعوبين. ايه انت عطيت شو حط له على راسي. حلو على راسي على راسي على راسي. حبيب قلبي تاج راسني. او ماي جاش Come on.
أرنوب حتى الأرنب يريد يطلع. حتى أنا أوكي إحنا سبب المص. أوه الأرنب اختفي. لا هو المكان كل العمارة مسكونة بالنعل مسكونة بالقنادر العتيق. طليون وقرفان ونس. مالك جاهل ما جاهل أنت بتخوف كلبي. تدري ليش؟ كلبي ميت ميت. والله جاهل بريحة هذا شلون أشوف شلك على حاجة شلون شلون. يظهر كل شوية طاير. لا لا زربة زربة بقصتك زربة مصري متابعين مصري بس افتح الباب عطيته هذا مثلث مال مال والله قبسي والله قبسي اخافوني شوف لو اخلي الجاهل هناني لو لا لا اذا اخليه عناني وياه خلي ولي اكيد ما راح اخليه بسر الموت قندره يلا اقزت اخضر لا لا على طبعتك الكشرة ماشي اقرع الكلب يقرب عضوان قريت اسم اقرع هلس هاي ليش؟ هاي ليش؟ اوه ورا وحش عطيتي رن ليتل رابيت يو ار نوت ذا اونلي وان ذير ويل بي اولويز بي مور يعني دائما حيكون اكو بعد تف اوكي طبعا شباب وصلنا لنهاية اللعبة ان شاء الله ربع عجبتكم طبعا هذا ديمو اللعبة الكاملة ما ادري اذا نازلة فشوفوا بتعليقاتكم بالوصف باليوصف اقصد بالتعليقاتكم اعود اذا نازلة النسخة الكاملة نلعبها وجود نسوي عليها تختيم على القناة الثانية ما نعرف يا شباب مع بعض وان ويا صديقنا ابراهيم اليوم جاينا ضيف جميل شكرا اشوفكم شباب جديد باي باي ولا تنسى مشاهدة اخر اربع مقاطع